بسم الله الرحمن الرحيم. كنظن على ان الهزيمه ديال اليوم ما كناش كنتوقعوها. صحيح على ان اليوم يعني الفريق كنقول انه ما دارش تقريبا تو لي بلون، يعني لو نيفو تكتيك حتى هو نيفو تكنيك. سي فري على ان المقابل يمكن ضاغطين باش نربحوها مع فريق اللي كنعرفوه مزيان، كنعرفوا اللاعبين اللي عنده. الباركور اللي دار أربعة ولا خمسة ديال المقابلات كانوا باركور مزيان، حنا حتى الباركور ديالنا اللي درنا حنا كان مزيان. كنظن أسوأ مقابلة لعبوا اللاعبين في هاد خمسة الماتشات هي هذه. أنا كنتحمل المسؤولية ديالها لأنهم اللاعب كيبقى لاعب، ممكن يكون اليوم مزيان غدا يكون مزيان، لكن كنظن على أن المقابلة اليوم ما كناش كنستحقوا نفوزوا، ولكن ما كناش كنستحقوا نهزموا. كانت نقطة التعادل في ظل المستوى اللي قدمنا اليوم كنا غادي نفرحوا بها، لان الزمامره ضيع عدد كبير من الفرص. صحيح على ان ما لقيناش حلول اليوم لعده اعتبارات، ما كانش الموفمون بزاف ونيفو ديال الميليو تيرا، ما قدرناش ناخذ الميليو تيرا. صحيح على ان المقابله في الشوط الاول يعني ما كانش بداك المستوى اللي سميتو، ولكن في الدوزيام ميطا فارقنا ديال الزمامره، خلقنا متاعب كبيره. كنظن ان المقابله للنسيان بالنسبه لي انا كمدرب، خصنا نبريباريو لي ماتش الجايين لانهم ماتشات غادي يكونوا مصيريه بالنسبه للمغرب التطواني. كنتمنى اننا نريكوبيريو لي بليسي كوم سا باش نمشيو ان شاء الله للوجده باش نجيب نتيجه ايجابيه ان شاء الله.